أولا نود الشكر والتقدير إلى جامعة الكفيل والعتبة العباسية على إتاحة هذه الفرصة لبعض الطلاب والأنشطة الطلابية في بازار جامعة الكفيل. نشكرهم جميعا وعلى رأسهم الدكتور نورس شهيد الدهان على هذه المبادرة الجميلة منهم وهذه مشاركتنا أكثر من مرة في هذا البازار الذي يدعم الأنشطة الطلابية، ونتقدم لهم أخيرا بالشكر والعرفان. شكرا جزيلا. نشكر جامعة الكفيل على إقامة هذا البازار الرائع، وكان يتضمن فعاليات كثيرة كانت جميلة جدا. وأنا بدوري طالب في كلية التقنية الصحية شاركت بلجنة البازار، كل شيء كان في هذا البازار كان جميلا جدا. شاركنا اليوم بالبازار التي قامت عليه جامعة الكفيل، شاركت بمجموعة من اللوحات الخط العربي الكوفي والفارسي. نشكر الجامعة على هذه المبادرة. مشاركة بازار بيتزا ويا أخوي، وحبيت هاي الجامعة وأريد دائما أجي لهنا وعجبتني. أشكر الجامعة على هذا البازار الجميل. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.